بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. مائدة الغذاء الشهية المتعددة الأصناف هل يمكن أن تتحول إلى مائدة سموم برغم أن كل شيء فيها طازج وصحي ونظيف؟ ثورة جديدة في الطب اسمها فود أليرجي، أو علم جديد بيسموه كلينيكال ايكولوجي، حاجة اكتر من الكلام بتاع زمان اللي هي الفراولة تعمل هرش والمش عارف الشوكولاتة تعمل ارتكارية. لا، الحكاية اكبر من كده، ودخلت امراض كبيرة مستعصية في القائمة، امراض زي الروماتيزم، الربو، الاكزيما، الصداع المزمن، تورم الأطراف، ضعف العضلات، التنميل والزغللة، القولون العصبي، تآكل الأعصاب، الاكتئاب، الفصام، الانحرافات السلوكية، الطفل المزعج، ظاهرة في البيوت وفي المدارس اللي هو لا عاوز يتعلم ولا عاوز يقعد ولا عاوز يذاكر، ودايما يكسر الحاجات في البيت ويقطع الكتب في المدرسة، معتبرة مرض دلوقتي. كمان ظاهرة الهايبر اكتيفيتي في الأطفال أو النشاط الزائد، بحيث أنهم مش قادرين لا يقعدوا الولد ولا يخلوه يركز في أي حاجة، برضو معتبر ده مرض. هل ممكن أن أمراض زي الأمراض الكبيرة دي يبقى سببها مجرد أكله وأكلة بريئة؟ يعني مثلا هذا المريض المزمن اللي بقاله مش عارف كام سنة مش عارف بيشتكي من التآكل الأعصاب أو مرض المالتيبل سكلوروزيس، وده مرض عضال ومفزع وشيء مأساوي، مجرد من هو يبطل أكل برتقال مثلا يخف؟ طبعا ده كلام غريب. مثلا إن يقول لك إن الرغيف العادي، رغيف القمح ده ممكن يعمل اكتئاب، فإذا الواحد غير الأكل من النشويات اللي هي معتمدة على القمح للنشويات الرز يقوم يشفى من الاكتئاب. مثلا إن فنجان القهوة والبيضة الصبح ممكن يبقوا مسؤولين عن أمراض، يعني سلسلة أمراض معقدة، زي مثلا سوء الهضم والغازات وتطبل المعدة والمغص والصداع والانفجارات العاطفية وكل ده، بحيث ان هو لو بطل يقوم يخف. يعني المسألة غريبة. لكن دلوقتي في معركة كبيرة في أمريكا وفي أوروبا، وهو الليلة بين الأطباء وفرقتين كبار، الفرقة بتاعت الكلينيكال إيكولوجي اللي هي بتتكلم الكلام ده وبتقول ان ممكن الاكلات البريئة جدا النظيفة والطازجة وكل حاجة ممكن تسبب كوارث وممكن تسبب امراض كبيرة مزمنة. وبيقول لك ايه الحكاية، يعني مش مجرد كلام، ده احنا مستعدين نجيب المرضى بتوعنا ونمتحن قدام لجان محايدة، ونجيب معانا صور الأشعة والتحليلات المعملية وتشوفوا الحكاية بالظبط، وعملين يعملوا نشرات وكتب. والجانب الآخر اللي هم الأطباء التقليديين رافضين المسألة تماما، وبيقولوا ان ده كلام فارغ وتهريج، ودي أمراض ممكن تكون أمراض نفسية، واللي انتوا بتقولوا عليه مالتيبل سكلوروزيس أو تآكل أعصاب دي جايز تكون مجموعة شكاوي هستيرية ووهمية بتخف بالوهم، زي ما جت بالوهم تخف بالوهم. ومن وراء الحاجات دي فيه مافيا الشركات الدوائية، ودي طبعا تملك مليارات، وهي تملك المجلات الطبية، وعلاقتها بأساتذة الطب في الجامعات وبالوزارات وبالدول كمان علاقات كبيرة جدا. ونحن عارفين بالضبط قد ايه الشركات دي بترمي أدوية
في البلاد النامية أدوية انتهى تاريخها، وأدوية لها أثار جانبية فظيعة بتشوه الجنين، وأدوية تعمل سرطان، وأدوية يعني زي مثلا الفلدين والفولترين أدوية قطعا بتعمل قرحة، والكورتيزون واللي بيعمله يخوخ العظم ويوقف النمو ويورم الجسم، ومع كده تيجي تترمي هذه الأدوية في البلاد النامية ومعها مجلات ونشرات، ويعني بأنها استصنع معجزات. وبعدين وراها قوة الدول نفسها ووزارات الصحة وأساتذة الجامعة، فدي تكتل كبير. هذا التكتل طبعا خاصة شركات الدواء والمافيا بتاع العقاقير ممكن يتخرب بيتها، لان الله مرض ممكن يخف بمجرد ان انا ابطل اكل برتقان. طب وانا ايه لازمه ان انا اقرف نفسي بالدواء؟ حرمي الدواء في صندوق الزباله على طول. وطبعا الشركات دي ممكن تفلس، فهي بقى واخده موقف دفاع حياه وموت وتملك المال. طبعا المساله يعني مساله مش بسيطه، والمعركة مستمرة في الجبهتين. الناس بيقول لك لا ده تخريف وتهريج وعبارة عن حالات نفسية وبتخف ببرتقان أو من غير برتقان ما لهاش دعوة، وناس بيقولوا لا ده احنا عندنا حاجات موثقة وآدي 70,000 حالة وآدي ملفات وآدي وآدي. وطلع أخيرا دكتور بروستوف طلع بنظرية جديدة، ده واحد من الجماعة بتوع الكلينيكال ايكولوجي، طلع بنظرية جديدة قال لك ان في القولون خلايا حساسية شبيهة بخلايا الماست سيلز اللي بتبقى موجودة في الشعب واللي بتسبب الربو. هذه الخلايا اذا التقت بطعام هي حساسة له فبتطلق مواد كيماوية تمشي في الدم وتلف في الدورة الدموية كلها، إذا وصلت للمخ تعمل أعراض عصبية، تعمل صداع مزمن، وإذا وصلت للمفاصل تعمل أمراض روماتيزمية، إذا وصلت للصدر تعمل أعراض ربوية، إذا وصلت للمراكز العليا زي الذاكرة والسمع والمش عارف إيه والحاجات دي تعمل هلوسة، وتعمل إذا وصلت للمراكز الحركية تعمل نشاط زائد عند الطفل وتعمل تهيج عصبي وتعمل الحكاية الانحرافات السلوكية إلى آخره إلى آخره. فتبص تلاقي الطبيب يواجه بأعراض غير مترابطة، أعراض يعني في كل حتة في الجسم غير مترابطة، فبيحول المريض إلى 10-12 متخصص، كل متخصص يبحث في نطاقه ويقول لك ما فيش حاجة، ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش، يعمل أبحوث ما فيش، وفي النهاية يعتبر هذا المريض يتكتب عليه ليبل اسمه سايكوسوماتيك او هايبوكوندرايك، ويحولوه للايه للمستشفيات النفسيه، ويرسى في النهايه نروح المستشفيات عقليه كمان. فبيقول ان ده سوء فهم للقضيه، وان في الواقع البولو الحاله المريض اللي هو بولي سيمتوماتيك اللي هو عنده تعدد اعراض واعراض غير مترابطه بيبقى سببها الخلايا اللي في القولون اللي بتعمل تسمم في الدم بمواد معينة تؤدي إلى أعراض متعددة على قد ما الدم بيعدي على كل حتة في الجسم. فده ابتدى يديهم الفتوى وابتدى يديهم نوع من الايه الأساس الباثولوجي للكلام بتاعهم. طبعا طلع في انجلترا كمان جون مانسفيلد بيقول يا جماعة المسألة لا تدعو اليأس، في حل. طبعا الأكل المتهم والأطعمة المتهمة أطعمة عادية خالص، إشي مثلا رغيف قمح، إشي برتقانة، إشي موزة، إشي بتاع، ودي حاجات لا يمكن تجنبها، أو مثلا كل مستحرجات الألبان مثلا بأشكالها المختلف سواء كان جبن أو زبادي أو حليب أو إلى آخره، فدي حاجات مش ممكن تجنبها. فلو ابتدينا نحرم على هؤلاء المرضى الاكل مش حيام لا مش هيفضل لهم حاجه ياكلوها. فجون مانسفيلد ده صاحبنا طلع بفتوى عجيبه قوي، قال لا انا عندي حل. والحل بايه اللي بيعمله؟ اولا بيعملوا دلوقتي خلاصات لجميع الاطعمه، مستخلصات في ازاز صغيره كده،
يعني خلاصة سبانخ، خلاصة ملوخية، خلاصة جرجير، خلاصة برتقال، خلاصة موز، بالشكل ده. معمل كله خلاصات صغيرة عبارة عن سوائل شفاف، وبعدين بيختبروا المريض على هذه المستخلصات، فبيرشوا تحت لسانه رشة خفيف مثلا من الموز، فإذا ما حصلتش أعراض يجربوا تاني الإيه رشة من خلاصة من طعام آخر لغاية ما يعتروا في الطعام اللي بيعمل له أعراض. وبيقولوا الأعراض بتبتدي بعد 15 دقائق من الرشة اللي تحت اللسان دي. يبقى بعد ما يشخصوا الأكل المتهم والطعام المتهم يبتدوا يدوا للعيان جرعة كبيرة منه، فطبعا هيعي، فيبتدوا بقى يقللوا الجرعة شوية شوية لغاية ما يوصلوا للجرعة اللي ما تديش أعراض، هي أدنى حد من إيه مرجع جرعة مخففة جدا جدا جدا. فدي لما بيوصلوا للجرعة اللي ما تديش أعراض بيسموها the neutralizing dose او الجرعة المعادلة. والدكتور جون مانسفيلد بيقول هي دي الجرعة الشافية، لانها هتبقى زي الفاكسين، بعد ما ياخد منها كم مرة خلاص يبقى الجسم هيبتدي يتعود، وتبتدي الماست سيلز اللي في القولون تعمل نوع من التوافق مع المادة دي، وينتهي قصة الايه الفود اليرجي اللي عند هذا الشخص او الحساسية لهذا الطعام، وياكل على كيفه. ادفع $200 وكل على كيفك، $50 عشان يشخص الطعام المتهم و $150 عشان يحضر الجرعة المعادلة. طبعا ده زود الهجوم بتاع الطائفة التانية بتاع الدكاترة، قال لك ده خلاص ده فتحوا، ده بقوا نصابين محترفين، ودي عملية نصب وشيء غير مفهوم، باثولوجيا غير مفهوم، ايه الجرعة المعادلة دي؟ في نفس الوقت المجلات المحترمة رفض نشر اي بحث من البحوث دي. طبعا الحكاية الموضة دي طارت لامريكا، ودلوقتي فيه عشرات العيادات والمراكز الطبية اللي بتعالج بالجرعة المعادلة دي، ومتعددة في امريكا، بقت زي المراكز دي زي حكاية الويمبي والماكدونالد والكنتاكي وبتاع، تخش جوه يتعمل لك التشخيص بتاع الطعام اللي هو بيتعبك، وبعدين يعملوا لك الجرعة المعادلة خلاص تنتهي الموضوع. آخر مفاجأة إن في يعني مجلة نشرت فعلا من المجلات المحترمة، نشرت بحث عن علاج الربو بالجرعة المعادلة، وقالت إن ده فعلا بيفيد، فهاجت الدنيا وقامت على حكاية الجرعة المعادلة دي. المهم إن إيه الدنيا قايمة كلها هناك، ناس يقولوا نصب وناس يقولوا لا، احنا ناس بيننا وبينكم ان احنا نعمل محكمين وتجيبوا يعني لجنة وتشوفوا هنجيب العيانين بتوعنا، واحنا يعني انتوا بتقولوا وهم. طيب احنا هنستعمل خلاصات مجهلة، يعني المريض نفسه مش عارف، يعني الخلاصة اللي بتتعبوا دي نحطها بين 10 خلاصات وطعمهم واحد، نحط فيهم مادة زي كلوروفورم أو خلي طعمه كله واحد، فالمريض ما يقدرش يميز وما يعرفش حتى الممرضة اللي هتديهوله. ونسيبكم أنتوا تعملوا التجارب دي على هذه العينات المجهلة، وحتلاحظوا أن لما تيجي العينة اللي فيها المادة اللي هي فيها الطعام المسبب هتبص تلاقي الأعراض ظهرت على طول، مع أن المريض مش عارف إلى آخره. فطبعا يعني نشوف الفيلم الأول وبعدين نتناقش في الحكاية القايمة دي. مائدة الطعام الجميلة الحلوة دي أصبحت الآن مائدة متهمة، وبيقول لك إنها ممكن تتحول إلى مائدة سموم، وإن الحكاية مش مجرد الأرتكاريا ولا الهرش ولا الكلام اللي كان بيقوله زمان، لا ده الحكاية أمراض كبيرة ومستعصية ممكن تنشأ من طعام بريء وعادي. اللي تزعم الحركة دي وبدأها هو دكتور راندولف. دكتور راندولف ده راجل متخصص في الحساسية، واخد دكتوراه وراجل مهم. فلما قام وبدأ الحركة دي قالوا عليه ده الراجل ده مخرف وكرشوه من الوظيفة بتاعته، فهو فتح مستشفى واستمر في الأبحاث بتاعته، وعنده حاليا 25 ملف 25 ألف ملف
ل 25,000 حالة عالجهم عن طريق اكتشاف الطعام المسبب. مجرد ان العيان يبطل مثلا القهوة والبيضة بتاع الصبح يخف مرة يبطل، نظامه بقى ان المريض يخش المستشفى بتاعه 3 أسابيع، يقعد 4 أيام الاول ما ياكلش حاجة ابدا الا المية الايه، يشرب بس المية المعدنية دي. دي ميسيس بيرتا دخلت المستشفى قعدت 4 أيام ما تاكلش، وكانت الاعراض بتاعتها عبارة عن زغللة وتنميل وتورم في الاطراف واكتئاب وصداع مزمن ونوبات من التهيج العصبي، لدرجة ان هي كانت بتكرش الاطفال خايفة لا تقتلهم. ولفت على الاطباء كلهم وراحت مستشفيات نفسية وما نفعش اي علاج، فجت لصاحبنا الدكتور راندولف. دكتور راندولف الصيام بتاع 4 أيام دول عشان يفضي الجسم من جميع الاغذية. هي بتقول بكلامها ان بعد الصيام 4 أيام دول جميع الاعراض اختفت. بعد كده بيبتدي بعد الصيام 4 أيام يجرب بقى الاكلات المختلفة. فاليوم الخامس قدموا لها فطائر القمح وقالوا لها تكتب بايدها كل الملاحظات اللي تحس بيها. فهي بعد ساعة من اكل فطائر القمح مع مية معدنية ابتدت ترجع جميع الاعراض اللي هي الزغللة والصداع تورم الاطراف وكل الاعراض رجعت لها تاني. فطبعا دكتور راندولف قال ده يثبت ان في علاقة معينة بين القمح بالذات وبين جميع هذه الاعراض. الغريبة ان طبعا الاطعمة دي بتبقى اطعمة عادية خالص، يعني احنا كلنا بناكلها. مثلا ده برضو واحد تاني اسمه بول نيرا، ده قعد 20 سنة يشتكي باعراض معوية، مغص وغازات واسهال وصداع وخسسان وضعف عضلي. والاطباء احتاروا فيه واخيرا ودوه مستشفيات نفسيه ما نفعتش، مستشفيات عقليه ما نفعتش. فجه للدكتور راندولف قعد يعمل عليه بقى الاختبارات اللي قلناها 4 أيام من غير اكل وميه معدنيه، وبعدين يبتدي يجرب عليه الايه المأكولات المختلفة. فأول ما وصل لتجربة فنجان القهوة والبيضة رجعت جميع الأعراض لصاحبنا ده. ففي نظر راندولف السبب لا جميع الأعراض هي فنجان القهوة والبيضة الصبح. المريض بيقول فعلا إن هو لما بطل هذه العادة اللي هو فنجان القهوة والبيضة الصبح لأول مرة في حياته من 22 سنة ابتدى يعيش من غير أعراض تماما وجسمه سليم وصحيح. طبعا الفرقة الثانية تقول لك ده وهم وإيحاء ووحي وهو تأثر بشخصية الطبيب، لكن الهوجة هوجة كبيرة والعلم ده علم عمله علم جديد خالص كلينيكال إيكولوجي. وده واحد تاني من الجماعة الرواد بتوع الطب الجديد، ده اسمه مانديل، دكتور مانديل برضو عنده مستشفى في كنتاكي، وبيلجأ إليه بقى كل الحالات المستعصية اللي لفت على الطب كلها وما نفعتش تجيله. كل دي حالات اللي هي فشل معها الطب والجراحة بكل أنواع. فدول بقى المتلطمين بيجوا لعمنا إيه مانديل ده. دي الست دي اعراضها عصبيه، هنا عمل طريقه سهله لانه جاب مستخلصات من جميع، عمل مستخلصات لجميع الاطعمه، خلاصه سبانخ، خلاصه لوبيا، خلاصه فاصوليا، خلاصه عيش، خلاصه لبن، خلاصه مش عارف جرجير. فيبقى كل اللي هيعمله هيرش الخلاصه دي تحت اللسان، وبعدين يقولوا للمريض استنى 5 دقايق، وبعد 5 دقايق يبتدوا يشوفوا ايه الاعراض اللي حصلت. فبتبتدي الاعراض على طول اذا صادف وكان الخلاصة دي هي خلاصة الطعام المتهم. هم بقى ابتدوا ينظموا بقى شغلهم.
طبعا غريبة انه بعد 5 دقائق يبتدي، لكن هو يقول لك يعني ممكن في الدورة الدموية على طول بتوصل الدورة الدموية من اللسان. دكتور مانديل اللي هو احد رواد الكلينيكال ايكولوجي بيقول ويؤكد ان فعلا في امراض مرتبطة بانواع اكل عادي جدا زي البرتقال او الموز او القمح او الحاجات دي، وتعمل أمراض متعددة الأعراض كانت زمان لغز بالنسبة للأطباء ومحيراهم، زي الحاجات اللي مكتوبة دي كلها أنواع الإسهال وقراح المصران وكده، ودي حالة من الحالات اللي عالجها المريض ده. أصلا دكتور كان بيشتكي بالتهاب روماتيزمي وكان بيستعمل عكاكيز وما يقدرش يمشي خالص، فجرب عليه الخلاصات لغاية ما اكتشف ان السبب هو اللحم العجالي بالذات. هيعمل هنا تجربة عليه، هو طبعا خف بقى زي الفل لما انقطع تماما عن اللحم العجالي. هنا هيدوله تاني الخلاصة بتاع اللحم العجالي، خلاصة البيف. بعد 5 دقايق هنشوف ان هو رجع يعرج تاني. هنشوف دلوقتي بعد ما كان خف وبقى زي الفل، بمجرد الكم نقطة اللي تحت اللسان دي هنحس انه رجع يعرق تاني. فاذا في علاقة اكيدة بين اللحم العجالي وبين الاعراض. طبعا هو ما كانش عارف بيرشوا ايه، عشان الجماعة اياهم بيقولوا ما هو ده وهم وبتاع، لكن هم ما قالوش للدكتور هنرش كذا، يعني مش عارف ايه الخلاصة اللي بتترش في بقه. بعد ما تعدي فترة عدة ساعات طبعا لأن الرشة خفيفة قوي الأعراض بتختفي ويرجع طبيعي. إنما المهم إن في علاقة مؤكدة بين الطعام وبين الله. الست دي عندها تأكل الأعصاب أو مرض المالتيبل سكليروزيس، ده مرض مزمن بيؤدي في النهاية إلى الشلل. الست بتلزم الفراش والكرسي ذو العجلات، فاتضح هنا إن في علاقة بين الموز وبين المرض ده. بعد ما كلت حتة موزة دراعها اتشل وما ما مش قادر اتحركه خالص. طبعا الناس الطرف التاني بيقول لك يا عم دي اوهام، دي وليه عندها هستيريا، كلام فارغ. واحدة تانية برضو فيكي، ميس فيكي دي البنت دي قعدت 16 سنة تشكو من مالتيبل سكليروزيس او تآكل الاعصاب، وصل بها الحال انها بقت مش قادرة تتكلم ولا تقعد ولا شلل، ولزمت الايه كرسي ابو عجلات. وبعدين لما الدكتور مانديل اكتشف العلاقة، هنا العلاقة كانت البرتقال والقمح بالذات، لما بطلت الحاجتين دول رجعت طبيعية خالص وبتمشي عادي وما فيش الشلل اللي كان عندها. فطبعا الجماعة الأطباء الطرف الآخر اللي ضد النظرية دي بيقول لك ده كلام فارغ، دي حالة هيستيريكال، وكل ما في الأمر ان هي يعني مؤمنة جدا بكلام الدكتور ده، فيعني الأعراض زالت. طبعا في ده دكتور ريمون سلافن ده ضد الحركة دي كلها، بيقول لك ده دجل رسمي ودي حواديت وطرائف ونوادر وكلها عبارة عن حالات سيكولوجية نفسية بتخف بالإيحاء، ومش ممكن تكون دي حالة مالتيبل سكليروزيس. وكذلك الدكتور الثاني دكتور روبرت رايزمان ده برضو رأيه ان مش ممكن الحالة دي تبقى حالة مش ممكن الحالة دي تبقى حالة مالتيبل سكليروزيس، لأن تأكل الأعصاب ده مرض مزمن وفظيع. هنا الأبحاث اللي بيعملوها على الربو، معلوم طبعا إن الربو في نظر الأطباء التقليديين مرتبط بروائح معينة ممكن تسببه، زي اللي فيها حبوب لقاح وروائح زي شعر القطط وشعر الكلاب والصوف والنايلون، بالذات الحاجات اللي مرتبطة بالروائح. فالدكاترة بيعملوا مستخلصات الروائح دي وبعدين يعملوا بها حقن تحت الجلد، فالشكة اللي تعمل احمرار تبقى هي الريحة المسببة، إذا كان شعر قطة شعر كلب صوف بتاع إلى آخره.
ده الطب التقليدي في قصة الربو. لكن هم ما بيعترفوش بالأطعمة، لأن الأطعمة ممكن يتعمل منها مستخلصات وبعدين تتعمل اختبار بالشكل ده فما بتديش نتائج أبدا. فهم مش موافقين على أن إطعام معين زي موزة ولا برتقانة ولا بتاع ممكن تعمل حالة الربو المزمن. فهي دي نقطة الخلاف. الجماعة اللي هم بتوع كلينيكال ايكولوجي بيقولوا والله احنا مالناش دعوة بالكلام ده كله، احنا بنجيب مريض اهو وبنجيب الخلاصة اهو بتاع الموز وبنحطها تحت لسانه وهو مش عارف الخلاصة دي فيها ايه، وبعدين فعلا بيجيله ازمة ربو قدامكم، فانتوا بقى فلسفوا بقى الكلام ده زي ما انتوا عاوزين. كل دي عينات مجهلة وبنديها للمريضة والمريضة مش عارفة العينة دي فيها ايه وكلها حاجات طعمها واحد، فعنصر الوهم غير وارد وكذلك الإيحاء. ايضا هم ادعوا ان انحرافات سلوكية بتاع الاطفال وحكاية الطفل المزعج اللي بيفشل في المدرسة واللي بيبقى في البيت عمال يكسر ويعيط ويصرخ ومش ده، بيقول لك برضو له علاقة بانواع الاكل المعينة اللي بياكلها خاصة الشوكولاتات والموز والبونبونات والحاجات اللي ايه اللي فيها مكسبات اللون والطعم. الدكتورة هنا بتعمل تجربة بالفعل انها جايبة الخلاصة المتهمة وحتدي للولد ده تحت لسانه رشة كده ونشوف الولد ده هيجرى له ايه. الولد ده ولد لما بتجيله الحالة دي بيترازل ويقل ادبه ويحط جزمته في وش الناس ويقعد يكسر وكده، ودي امه. فهو دلوقتي هادي فهتختار الخلاصة اهي، وبعدين هترشها تحت اللسان وبعدين هنشوف ايه اللي هيحصل بعد 5 دقايق. هيبتدي الولد يحط رجله على المكتب وتقول له شيل رجلك فيحطها في دماغها، وبعدين يبتدي يبوخ بقى ويسخف حتى عينيه تبقى كده يعني مش طبيعية. هم طبعا الجماعة أطباء التقليديين بيقول لك ده واد بيمثل، ده نصاب. أما أقول نصدق إن حكاية رشة تحت اللسان، هو ابتدى بقى يكسر ويلعب ويحدف ويحدف وبتاع وسقف البواخة يعني، وحيكسر اللمض النيون وبتاع. وبعدين قالوا طب نعمل تجربة تانية مجهلة، يعني دول عبارة عن 6 أزايز، الإزازة المتهمة هي واحدة فيهم وإيه وطعمهم كله واحد ومحدش عارف، المريض نفسه والبنت العيانة مش عارف، عشان نلغي موضوع إن هي بتمثل أو ده وهم أو بتاع. فهي ابتدت تديها من العينة الأولانية رشة تحت اللسان، وبعدين بعد الرشة تحت اللسان ما حصلش أي حاجة، البنت زي ما هي بالظبط. فابتدت تديها إيه من الإزازة التانية وبعدين من الإزازة التالتة. في الإزازة التالتة ابتدت الأعراض تبان، والأعراض كانت واضحة لدرجة إن النبض ارتفع 120 نبضة في الدقيقة. هنا بقى كانت مش مجرد يعني رزالة، لا ده عرض يعني صين بقى، يعني حاجة حصلت في الجسم يعني. دي بقى اللي هي حصلت فيها الأعراض. لو كان الحكاية وهم كان مفروض من أول إزازة الطفل حصل عنده ارتفاع في النبض، شمعنا بقى حصل في ثالث إزازة وبالذات في الإزازة اللي الدكتور شخص إن فيها خلاصة الطعام المتهم. فطبعا دي تثبت كلامهم. Uh...
طبعا بينشروا في جرايدهم الكلام ده، لكن دي مجلة أسترالي نشرت البحث ووافقت عليه، لكن المجلات المحترمة بترفض نشر هذه البحوث وبتعتبر أنها نوع من الكواكري أو نوع من الدجل الطبي. لكن أخيرا جرنال محترم في إنجلترا اسمه لانسيت نشر المسألة دي، ده زعيم الشلة إياه اللي كرشوه من وظيفته واعتبروه مخرف اللي هو راندولف، وهو اللي بدع هذا العلم اللي هو كلينيكال إيكولوجي. دي المجلة بتاعتهم. طبعا الموضوع دي مجلة اللانسيت اللي هي نشرت أخيرا بحث عن علاقة الربو والأطعمة، ووافقت فيه على الكلام اللي اتقال، فهي كانت يمكن المجلة الوحيدة اللي وقفت في صفهم. ده دكتور آخر اسمه رونالد فين، ده برضو من الرواد بتوع هذا النوع من الطب، وبيؤكد فعلا العلاقة بين بعض أنواع الأطعمة العادية وبين بعض الأمراض المزمنة. وهنشوف المريضة بتاعته ميسيس جويس. المريضة دي كانت عندها مجموعة شكاوى عصبية، يعني اكتئاب وانفجارات عاطفية وصداع وهزال، فهيعمل تجربة عليها عجيبة قوي، يعني يغمي عينيها ويدخل أنواع من الأطعمة المختلفة بأنبوبة معدة عشان كمان ما تدركش الطعم. فبيدخل شوربة من مختلف أنواع الأطعمة، فلما بيجي للطعام المتهم اللي هو كان القمح وجميع مشتقاته اللي هو التورتات والجاتوهات والحاجات دي كلها، لما بيجي للإهدار ابتدوا بالرز ما عملش حاجة، وبعدين لما جه لغاية حكاية مستخلصات القمح ابتدت الأعراض تبان. وهنا بيقول أنا بعمل التجربة دي وهي متغمية، هي مش عارفة، وبعدين هي ما بتحسش بطعم أي شيء لأن أنبوبة المعدة بيوصل الطعام للمعدة على طول. الحاجة التانية حكاية القولون العصبي. دي هنا ميس فيفيان، دي مشكلتها حكاية القولون العصبي والإسهال والمغص المستمر والقرح بتاع المصران، وعملت جميع الفحوص اللي طلبوا الدكاترة انها تعملها وجميع العلاجات وفشل كله. فجت لصاحبنا الدكتور فين وعمل عليها الاختبارات بتاعته واكتشف المسبب الحقيقي، ومجرد ان هي انقطعت عن الاكل اللي هو كان بيسبب حكاية الريتابل كولون او القولون العصبي، طبعا انتهى كل شيء. هنا بيختبروها بانواع من الشوربة طعمها واحد تمام، يعني عاملين نفس الطعم، يعني شوربة رز وشوربة قمح بس مطبوخة بشكل ان الطعم متشابه علشان يبقى النتيجة مضمونة وما فيهاش مسألة ايه الوهم ولا الايحاء. فثبت فعلا ان الشوربة اللي فيها الطعام المسبب هي اللي عملت الاعراض. الكلام عن الهايبر اكتيفيتي في الاطفال والنشاط الزائد والحاجات دي برضو ربطوه بانواع معينة من الاكل، خاصة البنبون الملون واللبان الملون والحاجات اللي زي عرايس المولد الملونة والحاجات دي بتعمل. ايضا اخر محاولة كانت في الروماتويد، دي اللي بيعملوا عليها حاليا بحوث عن علاقة الروماتويد بطعام معين، والبحوث مستمرة لسه ما وصلوش فيها نتيجة محددة.
طبعا البحوث دي بتشمل دراسة شاملة للمريض وتاريخه، وتعمل صور أشعة، وتعمل فايل كامل وملف كامل، وبعدين بيبر قبل ما يقدر يحكموا ويقولوا الطعام الفلاني ممكن عند الست دي عمل كذا. ده دكتور برضو من الجماعة الكبار بتوع ال ده الدكتور راستوف اللي قلنا عليه، اللي جوناثان بروستوف. جوناثان بروستوف هو ده اللي عمل نظرية الباثولوجيا اللي بتقول ان القولون فيه خلايا حساسية شبيهة بالماست سيلز اللي موجودة في خلايا الشعب واللي بتسبب الربو، وان اللي بيحصل ان لما الاكل اللي الاكل المعين اياه اللي بيسبب المرض يلتقي بالماست سيل اللي موجودة في القولون يقوم الخلية تطلق مواد كيماوية تمشي في الدم وتسبب جميع الاعراض الغريبة اللي بيلاحظوها. هنا برضو صاحبنا معتمد على الخلاصات وبيجرب بطريقة الخلاصات، وبيقول السر ان هؤلاء المرضى بيتقال عليهم هايبوكوندرياك او بولي سيمتوماتيك، هي حكاية ان او بيشرح هنا حكاية القولون. القولون وفي القولون في الخلايا اللي هي قلنا عليها شبيهة بخلايا الماست سيلز اللي موجودة في الشعب واللي بتسبب الربو. هذه الخلايا لما بتلتقي بالطعام المتهم بتستثار وتطلق مواد في الدم، كيماويات سامة في الدم تمشي توصل للمخ تعمل صداع، توصل المفاصل تعمل روماتيزم، توصل للصدر تعمل ربو. فيجي لك العيان بيشتكي من 5-6 شكاوي في 5-6 أجهزة، يعني حاجة الدكتور بيبقى مستعجب فبيحوله ل 12 أخصائي، فتيجي النتائج سلبي 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 سلبي، فيقولوا على العيان ده راجل حالة نفسية ويحولوه لمستشفى أمراض نفسية. وطبعا احنا عارفين ان الجماعة دول ببحوثهم يكادهم يكونوا اتهموا كل انواع المأكولات، فالانسان هياكل ايه؟ كل حاجة طلعوا لها برضو مرض، ومرض كبير مش مرض صغير، فالانسان في الساعة دي هياكل ايه؟ فطلع طبعا جون مانسفيلد في انجلترا عمل اللعبة العجيبة دي في الكلينيك بتاعه، قال لك انا حداوي حكاية الحساسية دي، انا حداوي حكاية الحساسية. ازاي يدويها؟ يجيب الخلاصات اللي هي بتعمل المرض ويدي جرعة كبيرة منها، وطبعا هتعمل اعراض. فبعد كده يفضل يقلل الجرعة يقلل الجرعة يقلل الجرعة لغاية ما يوصل لجرعة صغيرة جدا جدا، هذه الجرعة ما بتعملش اعراض رغم انها من الطعام المتهم. الجرعة دي هي اللي بيسميها نيوترالايزنج دول دوز، نيوترالايزنج دوز او الجرعة المعادلة. هذه الجرعة المعادلة الدكتور مانسفيلد بيدعي انها هتبقى تأثيرها زي الفاكسين بالظبط، وهتشفي الانسان من الحساسية اللي موجودة ضد هذا الطعام، فممكن بعد كده ياكل اللي يعجبه بكمية اللي تعجبه. قال لك $50 علشان اعمل الفحص واكتشف الطعام المسبب، و $150 علشان اعمل الجرعة المعادلة، وبذلك يتم الشفاء وتخلص المريض من الحساسية الموجودة اللي عنده. طبعا دي الحكاية قلبت عليه الدنيا، هيخرب بيت الدكاترة ويقفل عياداتهم. فقال لك ده هو ده النصاب العالمي بقى، هو ده رئيس فرقة النصابين، ويستغل سذاجة المرضى وانهم داخلين على الاطباء، والحكاية كلها ايحاء في ايحاء ووهم في وهم، والشفاء وهمي والمرض كان وهمي. لكن طبعا اخيرا احد المجلات المحترمة اعترفت بتأثير الجرعة المعادلة في شفاء مرض الربو.
اللعبة زي ما قلنا طارت لأمريكا وبقت فيه دلوقتي عيادات ومراكز متعددة زي الويمبي والماكدونالد والكنتاكي، العيان يخش فيها يكشف ويعرف ايه الطعام اللي هو بيتعبه، وبعدين ياخد الجرعة المعادلة وبعدين يطلع زي الباشا ياكل بقى اللي يعجبه. شغلانة كبيرة وعركة، عركة كبيرة خالص، الحق فين مش عارفين. حكاية الجرعة المعادلة دي عملت حكاية. أنا طبعا يعني الرب ومرض مزمن بالفظاعة ده، وبعدين يخف بحكاية حقنة بسيطة زي دي وخلاص انتهى الموضوع. طبعا دي العالم هايج قوي على الكلام ده. في الواقع العركة شديدة جدا والخناقة على آخره ومش عارفين الحق فين. لكن ابتداء لابد من التسليم بان فعلا في علاقة بين الطعام والصحة وبين الطعام والمرض. ويعني حتى ده حكاية قديمة قوي، المثل الروماني القديم اللي بيقول one man's meat is another man's poison، يعني باختصار حتة اللحمة اللي هتبسطك وتريحك بالنسبة لواحد تاني هتقتله. وده مثل قديم خالص من ايام العصر الروماني، فدي حقيقة مسلم به. فاذا في اساس للعركة دي، العركة دي الناس دول مش بيتكلموا من فراغ، لكن في بالفعل اساس. وبعدين في اتفاق على ان مكسبات اللون والطعم والرائحة اللي هي بتبقى في البونبون وفي اللبان وفي الشوكولاتة وفي الحلويات بتعمل في الأطفال تهيج عصبي وانحرافات سلوكية، أنواع من الصداع وأمراض يعني غامضة كثيرة. في اتفاق أيضا بأن الموز والفراولة والمأكولات كتيرة جدا يعني متهمة بأنها تعمل أعراض مرضية. مثلا اللبن والبيض. لكن هي الخلاف يعني هو الخط الفاصل بين الحقيقة وبين المبالغة. يعني أنا هقول تجربتي الشخصية في الحكاية دي. أنا كان ليا تجربة مع اللبن بالذات. يعني اللبن ده كلام ده من سنين يعني يعمل لي إسهال ومغص. لكن في مرة الحكاية وصلت لمرض يعني كنت في باريس، وبعدين عجبتني العبوات الحلوة دي بتاع اللبن باستورايزد والطعم الفريش ده، وكان في العشاء ورحت مقربع وانا كان طعمه جنن قوي. ليلتها مش بس يعني حصل الإسهال والمغص والغازات والاختمار، لكن كمان حمى وبقيت اخرف كمان يعني. لكن طبعا على الصبح كله راح. فالعلاقة دي خلتني اتجنب اللبن خالص. لكن اكتشفت مع الوقت ان السبب عندي هي خميرة معينة اللي بتهضم اللاكتوز اللي هي اسمها اللاكتيز. الخميرة دي عندي ديفيشنت يعني مش موجود. ده السبب ان اللبن بيجي ومفيش خمائر تهضمه فبيختمر وبعدين يسبب كل هذه الاعراض. وبعدين اكتشفت حاجة تانية غريبة او ان الخميرة اللاكتوز دي او خميرة اللي بتهضم اللاكتوز دي بتبقى موجودة عندي الصبح لما اصحى الصبح، وبعدين تتكسر وتنتهي من الجسم متبقاش موجودة خالص. فلو شربت اللبن ده الصبح على الريق على الفطار اشرب كوباية وما يجراش اي حاجة. فدي تجربة مؤكدة تثبت ان في علاقة تمام، علاقة بين مرض يعني اسهال ومغص وقرح في المصران والام وتخريف ومش عارف حمى كله بسبب علاقة اللبن بالذات. ولو ان هنا ما هياش الرجي، ده هنا خمائر يعني هي نوع تاني. لكن التجربة التانية كانت بقى فعلا يعني تأكد كلامهم. يعني ده كان مرة ليا زميل طبيب جاب لي هدية كابوريا، جابها من مش عارف من 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 ايه مرسى مطروح ولا ايه، كمية بقى وفريش بقى وطعمها يجنن.
قاعد تاكل كابوريا في كابوريا في كابوريا في كابوريا، يعني كلت كميه مش معقوله. الصبح بقى ما قدرتش احط رجلي في الارض، الكعبين دول الام لا تطاق. طلعت تجري للدكتور هاني، دكتور هاني محمدي بتاعنا اخصائي العظام، فقلت له الحقني انا مش قادر اتحرك، وانا عاوز 10 عكاكيز عشان امشي. قال طب نعمل صوره اشعه. عملنا صوره اشعه، قال لي انت عندك شوكه في الكعبه اهي، في الكعبين. الله، طب يا دكتور هاني الشوكه دي من زمان يعني مش معقول هتطلع في 24 ساعه؟ قال لي ما هي من زمان، لكن يعني بتبقى بتيجي حاجه كمان بالاضافه للشوكه دي، تعمل التهاب في الفاشيه اللي حوله، يعني الفاشيه اللي هي الشغطه اللي حوالين الايه الشوكه، لان اغلب الناس عندهم الشوكه دي، لكن بتيجي في وقت من الاوقات بتبتدي يحصل التهاب في الفاشيه اللي حوالين الشوكه دي. بسبب بقى قال لي بسبب ترسيبات مواد معينه زي اليوريك اسيد والحاجات دي اللي هو حمض البوليك. فانا الحقيقه ما قلتلوش بقى حكايه الكابوريا، لان فعلا الكابوريا تعمل كميات من حمض البوليك، وطبعا هو طلب تحليل للدم عشان البوليك والحاجات دي، فانا طبعا عارف الحكايه. يعني قال لي ممكن اديك حقنه، وقلت له لا ولا حقنه ولا حاجه بقى، انا عارف ان عرفت الحكايه. فطبعا اللي حصل ان الكابوريه عملت كميه كبيره من حمض البوليك، ترسبت في المكان ده بالذات وعملت التهاب في الفاشيه اللي حوالين البتاع، فما قدرتش. دي خدت يمكن 15 يوم بس خفت خالص وانتهت. فيعني دي مثلا حادثه مؤكده، يعني في علاقة مباشرة تماما بين أكلة معينة ومرض معين، ومرض حاد، يعني قعدت عاجز فيها 15 يوم بتعكز. أيضا مسألة الروائح عندي، مثلا ريحة الورنيش والبنزين والجاز يعملوا لي زكام ومناخيري رشح فورا، وكذلك البرفانات النفاذة التقيلة، الياسمين، القرنفل، اللي يعملوا لي زكام على طول. ف يعني مسائل دي يعني لا شك فيها، وفي اساس للناس دي. الناس دي مش بتتكلم من فراغ، يعني العلم ده اللي هو الكلينيكال ايكولوجي ده فعلا ممكن يبقى علم وانتيتي طبيه قائمه بذاتها. لكن طبعا في مبالغات، يعني انا مش قادر ابلعها، يعني حكايه المالتيبل سكلروزيس كمرض اللي هو الام اس او بيسميه عندنا الدي اس، وده مرض بقى يعني مزمن ومأساوي وفظيع، بينتهي بالمريض للشلل ويلزم الكرسي، وبعدين بيموت، بتبقى حاله يعني حالات مؤسيه. يعني ان هذا المرض يكون سببه برتقانه ورغيف عيش، يعني مش يعني مثلا موزه يبطل موزه يخف، يعني مش داخله دماغي. المسألة أيضا بتاعة الجرعة المعادلة يعني 200 دولار وتاكل على كيفك، دي برضو شوية أمريكاني. وبعدين مش عارف يعني، طب الجرعة المعادلة دي بتعمل إيه؟ طب إحنا فهمنا دلوقتي إن الخلاصة معينة من الطعام الفلاني بتعمل أعراض، وإن لو ادينا هذه الخلاصة تحت الجلد بيحصل أعراض، أو تحت اللسان نفس الشيء بيحصل أعراض للمريض. لكن كون انه يبتدي يخفف الجرعه، يخفف لغايه ما يوصل للحد الادنى اللي ما بيعملش اعراض، فاذا ادى هذه الحقنه بقت زي الفاكسين واصبح الجسم متعود على الطعام ده، فخلاص ياكل على كيفه. الحته دي غريبه، فاكسين ازاي؟ طب ده الفاكسين ده بيشتغل عن طريق نشاط مناعي في الجسم، بيطلع انتي بوديز، يعني تتحسب وتتعرف يعني ديا خلاص. انما حكايه الجرعه المعادله دي، واعجب حاجه ان مثلا المجله اللي تقول وتعترف وتاخد صف الناس دول وتقول ان فعلا امكن علاج حالات ربويه بالجرعه المعادله، دي طبعا مسائل خطيره. وانا ما اقدرش ابت في المواضيع ده، انا من رايي ان انا ادعي هؤلاء الاطباء ونعمل لهم دعوه هنا في مصر، ونقدم لهم المرضى بتوعنا، حالات الربو المزمنه والحالات دي، يحاولوا بقى يورونا بقى ازاي ممكن يكتشفوا الطعام المسبب ويدوهم الجرعه المعادله ويخففوهم. لان الحقيقه انا رايي ان الواحد ما يصحش يتعصب، الانسان ما يصحش يتعصب ابدا وياخد موقف مع او ضد بدون بينه،
وصحيح الحاجات دي غريبة ومدهشة، لكن ياما في العالم المدهشات. الله، طب ما هو زمان كانوا بيقولوا الطاعون ده بسبب الشياطين، وبعدين لما الطب اكتشف ان الطاعون سببه برغوت، يعني برغوت يعمل طاعون، كانت حقيقة مدهشة يميها طبعا، يعني سبب الطاعون برغوت. لكن اهو ده اللي حصل بقى، البرغوت بينقل الباستريلا بيستس من الفار ويوصله للانسان، فالانسان يجي له طاعون. وكذلك مثلا ان الملاريا سببها بعوضة، يعني حاجات كتير. فياما حاجات بتقلب المقاييس في الطب وبتبقى في البداية غريبة. فما يصحش ان احنا طبعا نرفض الحاجات دي. وانا رأيي ان اتلقى كل شيء بقلب مفتوح واقول لهم والله تعالوا انتوا بتقولوا الكلام ده، عاوزين نشوف تجارب قدامنا، وخففونا المرضى دول اللي هم فعلا ولا مثلا مرض زي المالتيبل سكلوروزيس، يعني تأكل الاعصاب الى اخره. طبعا انتوا لاحظتوا حاجة، انهم اتهموا جميع انواع المأكولات ما عدا العسل الابيض، حش قرب له. ودي ظاهرة غريبة، لان ودي طبعا بيفكرني بان الآية القرآنية ان فيه شفاء للناس، فده الى يوم القيامة ما حدش حيقدر يتهم العسل الابيض باي حاجة ابدا. انا فاكر وكنت في جنوب السعودية بلد اسمها ابها، فهناك نوعين من العسل، نوع عسل ابيض برضو، لكن نوع منهم نوع ابيض خالص زي الشمع، ونوع اسود مع انه مع عسل ابيض برضو. هذا النوع الاسود ده غالي جدا لدرجة انه بيتباع زي الذهب بالظبط، على ميزان الذهب يدوك حتة العسل دي على ميزان الذهب. حاجة غريبة. وبعدين صفاته الشفائية رهيبة، واتضح ان النحلة بتعمل هذا العسل بانها تلف على الجبال وتعمل روشتة من ظهور الجبال، في هذا العسل شافية لكثير من الامراض. وكذلك العسل برضو من الحبشة، في عسل حبشي أبيض برضو بس مش لون أبيض، أسود برضو، وده قدرته الشفائية للأكزيمات والأمراض الجلدية شيء رهيب ومجرب. فأصحابنا رغم أنهم اتهموا جميع المأكولات، لكن ما حدش قرب للعسل الأبيض، وحيظل العسل الأبيض شافي إلى يوم القيامة. وإن كان العنوان بتاع الحلقة دي السم في العسل، لكن ده مجازا بس، انما العسل لا يتهم. وبعدين كمان ما يقدروش يتهموا المية اللي ربنا جعل منها الحياة لكل الاحياء، وقال انزلنا من السماء ماء مباركا. فطبعا ده كلام ده له مدلول كبير، وان شاء الله احنا هندعي الاطباء العجب دول من اوروبا ونشوف هيعملوا لنا ايه في الامراض الربو عندنا، وازاي حكاية الجرعة المعادلة هتشفي مريض الربو بحقنة واحدة. والى حلقة قادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.